السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر مشترك امبارح مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون استهل الرئيس المؤتمر الصحفي بالترحيب بالرئيس الجزائري والوفد المرافق له وهنأهم بمناسبة الذكرى 70 للثورة الجزائرية. كمان الرئيس أكد على الروابط التاريخية اللي بتجمع البلدين وأشار كمان إلى الجهود اللي بتبذلها مصر مؤخرا لإطلاق مبادرة تهدف إلى وقف إطلاق النار المؤقت في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة. الرئيس كمان أكد أن الأشقاء في قطاع غزة بيواجهوا ظروف استثنائية وصعبة جدا، إنسانية قاسية بتصل إلى مستوى المجاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، السيدات والسادة، اسمح لي فخامة الرئيس أن أنا أرحب بيك أهلا وسهلا وبالوفد المرافق ليك في زيارتك اللي بلدك الثاني مصر، واسمح لي ان انا باسمي وباسم كل المصريين تتقدم لفخامتك بالتهنئه بمناسبه تولي قياده الجزائر وثقه الشعب الجزائري في فخامتك لولايه ثانيه، واتمنى كل التوفيق لفخامتك وللشعب الجزائري. واسمح لي فخامه الرئيس ان احنا بمناسبه يعني الاحتفال بالذكرى 70 للثورة الجزائرية أيضا أن أنا أهني فخامتك والشعب الجزائري بهذه المناسبة العظيمة اللي كانت بالنسبة لنا في مصر وللمصريين محل إعجاب وتقدير واحترام شديد للشعب الجزائري وتضحياته ونضاله من أجل التحرر، وقدم أكثر من 1,000,000 شهيد. فكل سنة والجزائر بخير ونتمنى لكم كل التوفيق. اسمحوا لي ان انا خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس تناولنا سبل تطوير العلاقات والتعاون في كافة المجالات على افاق ارحب من المستوى اللي موجودين احنا فيه دلوقتي. واسمحوا لي ايضا اقول لكم ان اللجنة المشتركة التاسعة ان شاء الله تنعقد في القاهرة قريبا عشان تبذل يعني تضع موضوعات أكثر للتعاون بين البلدين، لأن حجم التفاهم والتوافق مع الجزائر لتطوير العلاقات يعني منذ أول زيارة الحقيقة ومنذ أول لقاء مع فخامة الرئيس كان واضح وقوي. إحنا فرص التعاون بين البلدين فرص كبيرة، وسواء كان في الاستثمار أو في المشروعات المشتركة اللي ممكن نعملها، وده اللي كان بنتكلم فيه مع فخامة الرئيس ومع أعضاء الوفدين المصري والجزائري. واسمحوا لي أقول لكم إن الشركات المصرية الحقيقة يعني، وأنا هنا بسجل باحترام شديد وبتقدير شديد المعاملة الكريمة اللي بتتلقاها الشركات المصرية العاملة بالاستثمار في الجزائر أو بتقوم بمشروعات في الجزائر. وهنا بقول إن إحنا لدينا في مصر أكثر من 5,000 شركة تستطيع أن تعمل في كافة المجالات، في أي موضوعات أو أي مشروعات خاصة بالبنية الأساسية، بنتكلم على طاقة، بنتكلم على محطات كهرباء، بنتكلم على محطات مياه، بنتكلم على أنفاق، بنتكلم على طرق وكباري، بنتكلم على مشروعات إسكان، أي مشروعات إحنا بقالنا عندنا دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى حجم ضخم من الشركات قادر على ان هو يعني لو يتبادل الخبره مع اشقائنا في الجزائر ويقوم بمشروعات لو كان هذا الامر يعني هو طبعا مرحب بيه، لكن انا بسجله دلوقتي قدامكم اثناء المؤتمر يعني. وايضا فرص الاستثمار المتبادل سواء كان الاستثمار في المشروعات الاستثماريه في الجزائر او برضو ان يبقى في مستثمرين للعمل في مصر، احنا بنرحب ونقوم بتقديم كافه التسهيلات التي تحقق ذلك. الحقيقه ايضا خلال مباحثاتنا تحدثنا عن الاوضاع في المنطقه وقد ايه المخاطر الشديده اللي موجوده واللي بتتعرض لها المنطقه بدءا من الحرب في غزه وتطورات الاوضاع والحرب في لبنان ثم الاوضاع في ليبيا والسودان، والتوافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة. استعادة الاستقرار في المنطقة
بشكل بعيد عن التدخل في شؤون الدول أو محاولة التآمر أو محاولة إسكاء الفتن بين الدول بعضها البعض. فيما يخص غزة تحديدا، لأن هي موضوع في إجماع عربي عليه على أن أهمية إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين، ده أمر إحنا كلنا حريصين عليه منذ أول اقتتال في 7 أكتوبر السنة اللي فاتت، وإحنا في مصر بنبذل جهد كبير في هذا الإطار عشان حتى حجم المعاناة اللي بيتعرض لها أشقائنا في القطاع ضخم جدا، ونقدر نقول إن القطاع يعني تحت الحصار بقاله ما يقرب من 4 شهور دلوقتي، وبالتالي إحنا كل الجهد اللي بنبذله مع كل الشركاء والأشقاء محاولة لإيقاف إطلاق النار زي ما قلت وإدخال المساعدات. مصر خلال يعني الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة 2 يوم، يتم التبادل يعني 4 رهائن مع الأسرى بعض الأسرى اللي موجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع ويبقى وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات، اللي احنا بنقول إن أشقائنا في القطاع بيتعرضوا لحصار صعب جدا وتصل إلى حد المجاعة، وأهم مهم جدا إن احنا تدخل المساعدات في أسرع وقت ممكن. بنأكد مرة تانية في يخص قطاع غزة إن احنا ضد أي محاولة لتهجير قصري من القطاع لخارج القطاع، لأن ده أمر يعني مش في صالح القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت احنا بنقوم بدور لإيقاف إطلاق النار والحفاظ على القطاع حتى رغم التدمير الكبير اللي القطاع بيتعرض له. فيما يخص الأزمة اللبنانية برضو التوافق موجود مع فخامة الرئيس ومع أشقائنا في الجزائر على أهمية عدم امتداد أو أن الصراع يمتد خارج المنطقة ومحاولة حصار الأزمة اللي موجودة في لبنان وإيقاف إطلاق النار والوصول إلى حالة من الاستقرار للأوضاع المضطربة جدا في منطقتنا، وحتى لا تخرج الأمور عن يعني تعرض الإقليم لحرب أوسع وتنزلق الأمور لمخاطر أكبر من اللي احنا بنشوفها دلوقتي. فيما يخص الأوضاع في السودان، نحن طبعا متوافقين على أهمية إيقاف إطلاق النار والوصول إلى حكومة في السودان تؤدي إلى انتخابات وتبقى الأمور مستقرة، وإحنا لا نتدخل. أنا بتكلم وده في توافق بين مصر وبين يعني الشقيقة الجزائر مع فخامة الرئيس على عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة تهدئة الأمور ما أمكن. نفس الموقف في ليبيا، بنقول إن يعني إن حكومة ليبية تبقى مسؤولة عن إجراء انتخابات وتجيب قيادة شرعية تبقى هي مسؤولة عن الدولة الليبية، هيكون محل دعمنا واستعدادنا للتعاون من أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وده أمر ثابت من ثوابتنا إن احنا بنتكلم على وحدة الأرض الليبية، بنتكلم على إن الحل ليبي وعدم التدخل في الشؤون الليبية. أنا حبيت إن أنا يعني أطمنكم على إن المباحثات اللي بيني وبين فخامة الرئيس وعلى مستوى الوفدين كانت مباحثات إيجابية جدا، والحقيقة بتفتح آفاق للتعاون بين البلدين، وإحنا في مصر فخامة الرئيس سعداء بالعلاقة مع فخامتكم ومع الجزائر، ومستعدين دايما لمزيد من العمل المشترك والبناء من أجل مصالح الشعبين المصري والجزائري. واسمح لي أقول لك أهلا وسهلا بيك مرة تانية وبالوفد المرافق ليك، وكل سنة وانتم طيبين وسعداء بوجودك معنا في مصر، وتحياتي وتحيات الشعب المصري لفخامتك.